منذ أكثر من نصف قرن كان البدو الرحالة مع جمالهم المحملة بالبضائع يلتقون في منطقة معينة. يطلق البدو على هذه المنطقة اسم العرصة، ألا وهو المكان الفسيح أو الواسع. مع مرور الزمن تم بناء سوق في منطقة العرصة ونسب اسم السوق لها. تمت إعادة ترميم السوق بأبوابه الخشبية العملاقة وجدرانه المشيدة من الحجر المرجاني، كما علقت الفوانيس على جدرانه لإطفاء الطابع القديم للسوق. فالسوق يضم أكثر من 70 متجراً يعرض الكثير من المشغولات اليدوية الشرقية المحلية والمستوردة، بالإضافة للمقتنيات التاريخية والتحف الخشبية والصناديق العربية المطعمة باللؤلؤ وأباريق القهوة النحاسية. كذلك يضم السوق المصوغات اليدوية والمجوهرات التراثية والعطور، كما يتوفر الكثير من محلات الملابس والسجاد المصنوع يدوياً والسلال المصنوعة من سعف النخيل والأعشاب الطبية. بالإضافة لذلك بإمكان زوار السوق اقتناء الهدايا التذكارية. يضم السوق كذلك أشهى متاجر الحلوى التقليدية الأصلية، كما يتيح السوق لزواره فرصة التمتع بالجلوس في المقهى الشعبي الذي يقع في منتصفه وشرب القهوة العربية والشاي السليماني. Thank you for watching and listening. See you on your new lesson, inshallah. Thank you again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.